السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت اليوم إن شاء الله نتكلم عن الطرق الترسيمية أو الجرافيك ميثودز في تسجيل العلاقة المركزية، نحكي عن طرق تسجيل هذه العلاقة سواء داخل الفم أو خارج الفم، بسبب أنه هذه الطرق تعتبر هي الأكثر دقة في تسجيل السنتريك ريليشن. أيضا سوف نتحدث عن التسجيلات الجانبية أو الإكسنتريك ريليشنز وأهميتها، ونحكي عن البانتوغراف. خلونا نبدأ. نحكي اليوم إن شاء الله عن الجرافيك ميثودز، الانترا أورال والإكسترا أورال أروتريسينج أو الأثر الزاوي سواء داخل الفم أو خارج الفم. فإذا الجرافيك ميثودز تنقسم إلى تقنيتين، الأولى هي الأر بوينت تريسينج مثل ما قلنا انترا اورال او اكسترا اورال، وهي بتعمل لي تسجيل للسنتريك ريليشن في مستوى واحد. عندي ايضا البانتوغراف وهذا بيعمل لي تسجيل لحركات الفك في ثلاث مستويات. بالنسبه للجرافيك ميثود هي تدعى ايضا بالنيدل بوينت تريسينج، تعتمد مبدا الساق قلم مدبب النهايه ستايلس، يعني بنخلي ملتصق باحد الارتفاعات الشمعيه ويكون في عندي صفيحه على الارتفاع الشمعي الآخر، وهون القلم بيرسم حركات التقدمية والجانبية للفك. لما بنقول له المريض يقوم بهي الحركات فبيتم رسم الحركات، هي بتعطي هي الحركات هذا الشكل. ممكن من خلاله نحن نعرف نقطة السنتريك ريليشن بتكون هي النقطة الأمامية للأرو أو للسهم، والإكسترينج بوزيشن بيكون موجود على جانبي الأرو، والبروتروسيف بوزيشن بيكون الخط اللي بيمثل الارو نفسه، فهذا بيكون مسار البروتروسيف موفمنت. طبعا مشان نحن نقدر نعمل الجرافيك ميثودز لازم يكون هناك بعض العوامل متوفره لحتى نقدر نحصل على تسجيل دقيق. اول شيء لابد انه يكون الدينشر بيس في ستابيليتي، فلذلك الجرافيك ميثودز لا تستطب في حال وجود اسناخ ممتصه بشكل كبير، لانه بيصير في عندي شك بإمكانية أنه نحن نحصل على صفائح مستقرة. أيضا لابد من وجود resistance للريمز، لازم تكون من شمع مقوى. من العوامل اللي لازم كمان نحن نحطها في عين الاعتبار الصعوبات اللي ممكن نواجهها، هي أنه يكون في هناك صعوبة في وضع centric bearing device. جهاز التحميل المركزي بيتطلب الحقيقة مسافة بين فكية كافية، لذلك كمان هي من الأشياء اللي بتوجهنا نحو استطباق الجرافيك ميثود، هي تستطب مع لما يكون في عندي درد واسع أو مسافة بين الفك العلوي والسفلي كافية. لابد من أن يكون في عندي ارتفاع كافي للسنخ المتبقي أنه يدعم لي استقرار الأجهزة. ما يستطب مع وجود لسان ضخم أو كبير، هون نحن بنلجأ للطرق الفيزيولوجية مثل ما حكينا في المحاضرة السابقة، بدنا يكون دائما عندنا قدرة على تسجيل هذه الحركات بشكل واضح على صفائح التسجيل، ومهم جدا أنه نحن نتعامل مع مريض فاهم الحركات وعارف بالضبط الحركات اللي يقوم فيها، فما ينفع أنه نطبق هذه الطريقة مع مرضى عندهم نقص في التناسق العضلي العصبي. مثل ما قلنا بالنسبة للإنديكيشنز مع الجرافيك ميثودز والآرو تريسينج بشكل خاص، لازم يكون في عندي برود إدينشالس سايدز، لازم يكون عندي أدكويت إنتر آرش سبيس مثل ما قلنا، لازم يكون عندي فك واسع، درد واسع، و مسافة بين فكية واسعة. وأخيرا ممكن نحن أنه نستخدمها مع مرضى عندهم habitual centric، بمعنى أنه centric relation بتكون عندهم مركزية اعتيادية إلى الأمام من centric relation، بيضل المريض بيعض إلى الأمام من centric relation. الاستخدام هذه الطريقة بيزيل الاوكلوجال كونتاكتس اللي ممكن تكون موجودة على الريمز، اللي بيكسر هذا المنعكس العضلي العصبي اللي بيخلي المريض دائما يدفع فكه السفلي إلى الأمام من العلاقة المركزية الصحيحة. اما بالنسبه للكونترا ايديكيشن فهي مثل ما قلنا وجود اسناخ ممتصه، لانه ما بنقدر نحقق استقرار للصفائح، او لو عندي نقص في المسافه بين السنيه ما بيتيح لي انه انا اقدر احط، لانه الطريقه بتحتاج انه يكون في عندي قلم على صفيحه الاولى وجهاز تسجيل، يعني يكون في عندي جهاز تحميل مركزي وصفيحه تحميل مركزيه، فهذا بياخذ مسافه، فما ينفع يكون بحالات نقص المسافه بين القوسين السنيتين العلويه والسفليه. اخيرا ايضا في حال وجود مشاكل في المفصل الفك الصدغي، لانه هذا بياثر على تنفيذ المريض للحركات المختلفه،
وأخيرا عند وجود علاقات فكية غير طبيعية. فإذا الأرو بوينت تريسينج تنقسم إلى نوعين، الإنترا أورال وإكسترا أورال. الإكسترا أورال بيكون عندي جهاز تحميل بيرينج، يعني ديفايس سنتريك، وبيكون في عندي جهاز أثر. جهاز التحميل المركزي كون من نقطة تحميل مركزية وصفيحة تحميل مركزية. أما جهاز الأثر اللي بيرسم فهو عبارة عن الستايلس هاد أو القلم وصفيحة التسجيل. بيتم وصل القلم وصفيحة التحميل المركزية للارتفاع الشمعي العلوي، بينما نقطة التحميل المركزي وصفائح التسجيل اللي بيتم عليها رسم الأثر تلصق بالارتفاع الشمعي السفلي. أما في الإنترا أورال فالصفيحة المركزية بتقوم بدور جهاز التحميل، فبيكون عندي طقم واحد من الديفايسز. صفيحة أو جهاز التحميل المركزي تعتبر الحقيقة مفصلية هامة جدا في عملية تسجيل الأثر الزاوي، توضع في مركز القوس السنية سواء في الفك السفلي أو العلوي، وبتقوم بالحفاظ على البعد العمودي ومساواة الضغط. هون أهمية هاي الطريقة ودقتها أنه بتعطيني توزيع قوى عبر كل النسج الداعمة، وبتسمح لي بأنه نجري حركات الفك السفلي. يعني عادة بشكل عام صفيحة التحميل المركزية توصل للارتفاع الشمعي العلوي، ونقطة التحميل بتكون مع الارتفاع الشمعي السفلي، لكن ممكن حتى ان احنا انه نجري العكس. بالنسبه للاكسترا اورال ارو تريسينج مثل ما احنا شايفين، يكون في عندي الريكوردينج بليت مثل ما احنا شايفين ملصقه للارتفاع الشمعي السفلي خارج الفم، وبيكون في عندي الستايلس القلم اللي بيعمل التريسينج بيرسمه موصول بالفك العلوي. فاذا مثل ما قلنا البين او الستايلس بيكون موصول للارتفاع الشمعي العلوي وبيتم الرسم خارج الفم. يعني هي بتفيد خاصة لما يكون ما عندي مسافة يعني كافية كما يجب، فممكن احنا من خلالها انه نحن ننقل الحركات هي على صفيحة خارج، ومثل ما احنا شايفين صفيحة الريكوردينج بليت صفيحة التسجيل بتكون ملتصقة بالارتفاع الشمعي السفلي. احنا عندنا الصفائح هي اللي هي سنترال بيرينج بوينت ميتا، انه تحفظ لي البعد العمودي اثناء اجراء الحركات الفك، لانه هذا امر اساسي. طبعا طريقة الاثر خارج الفم مثال عليها النايت تريسر. فمثل ما احنا شايفين السنترال بيرينج بوينت بتعمل لي حفظ للارتفاع البعد العمودي، وبيتم رسم الاثر خارج الفم بهي الطريقه مثل ما احنا شايفين. طبعا التسجيل طبعا نطلب من المريض يقوم بالحركات وفق مخطط ني، وهو عباره عن مخطط يعتمد عليه في تعليم المريض كيفيه تحريك فكه اثناء تسجيل الاثر الزاوي. بيتم مثل ما احنا شايفين هي الحركات نطلب منها المريض يقوم فيها، حركه الى اليسار جانبيا لليسار للامام بروتروسيف، بعدين جانبي مائل لليمين، جانبي عمودي على الحركة التقدمية لليمين، وأخيرا إلى الخلف. هاي الحركات كلها مع عملية التحريك المستمر بترسم لي تريسينج. طبعا نحن من صفيحة التسجيل بتم تثبيت الصفيحة، نحن بنحط الأمثلة على المطبق حسب البعد العمودي المحسوب والعلاقة المركزية الساكنة، وبنقفل الكريات اللقمية في موقع الصحيح، وبتم تمفصل أجهزة الأثر والتحميل على الارتفاعات الموافقة. الآن نحن المريض بنخليه بوضع قائم من داخل الصفائح مع الأجهزة الملتصقة اللي في المريض، بنفحص استقراره لأنه لازم تكون مستقرة أثناء الحركات المختلفة، وبندرب المريض على الحركات مثل ما قلنا وفق مخطط ني. ندهن هون بقى صفائح التسجيل مثل ما احنا شايفين بطبقة من نوع من أنواع الورنيش اللاكوير اللاكر، يعني بتكون هي عبارة عن نوع من أنواع الطبشور الممزوج مع الكحول، أو ممكن حتى نستخدم شمع بلون غامق حتى نعمل نوع من التثبيت لها، بحيث تكون سهلة رسم الأثر، ما يكون في مقاومة لأي حركة بتسبب أثر. وبنجعل القلم يمس هي الصفيحة، ونقول للمريض بقى يبدأ التحريك يمين يسار بالطريقة اللي حكيناها مع مخطط ني. آخر شيء بنطلب من المريض أنه يرجع فكه بحيث يكون القلم على رأس السهم، هي بتكون السنتريك ريليشن. هون بقى نحن بنحقن جيب سريع التصلب بين الارتفاعات الشمعية وبنتركه ليتصلب، ومن ثم تنقل هي العلاقة للمطبق. طبعا هي المنظومة بشكل عام موجودة في إيفوكلار باسم الجلانتوميتر، موجودة أيضا في دينسبلاي باسم تنسبلاي سيمبليكس تريس. ممكن ايضا عمل هي الطريقه طريقه الاثر من بداخل الفم. هون نحن الصفائح التسجيل تلصق لنقطه التحميل المركزي، حيث القلم عباره عن نقطه هون والصفيحه المركزيه المغطاه بالطبشور بتكون داخل الفم مثل ما انا شايفين. يتم ضبط نقطه التحميل المركزيه بحيث تمس صفيحه التحميل المركزيه حسب البعد العمودي المحدد مسبقا، ولما بيغلق المريض بيتمسه، هيك بنكون حفظنا البعد العمودي وبيتم رسم الحركات داخل الفم على عكس الطريقة السابقة. طبعا بيرتسم الأثر بعد ما نطلب من المريض القيام بالحركات مثل ما حكينا،
بيرتسم ليعطيني شكل سهم مع رأس حاد. هون مهم جدا أنه الرأس السهم يكون حاد، لأنه لو لم يكن حاد فهذا يعني أن التسجيل بكل بساطة غير صحيح. طبعا هناك العديد من الأجهزة لتسجيل الأثر الزاوي داخل الفم، مثل الكانديليتور، مثل الجناتوميتر، مثل الميزرمان تريزر، ومثل الجناتوميتر تبع إيفوكلار. كنت شفت حتى أنا في الـ IDS عرضت ضمن تغطيتي للـ IDS في كولن بالمعرض الأخير بالـ 2023، كنت عرضت جهاز بسيط سهل لتسجيل الأثر الزاوي داخل الفم. فالحقيقة هي الطريقة عم تلاقي رواج لأنه دقيقة، وممكن الحقيقة ببعض التعديلات أنه تصير بشكل أسهل من الطرق اللي نحن تعلمنا عليها. طبعا هون نحن بدنا نشوف السهم اللي ارتسم، نحن حنلاقي أنه في مجموعة من الترسيمات اللي ممكن تكون أو تدلنا على أنه في خطأ في التسجيل. قد يكون مثلا ذروة السهم مدورة أو غائبة أو غير موجودة، ما لها حادة. هون هذا يستطب أنه المريض ما عم يقوم بالحركات الفكية بشكل مناسب، وهون بيحتاج أنه ندرب المريض. في حال كان عندي دبل أرو على الأثر المرتسم بسبب حركات الفك، هذا يعني انه المريض عنده هابيتشوال او ريترودد سي ار، يعني عريض بعض الامام العلاقه المركزيه. هذا يعني انه المريض ما تقيد في البعد العمودي او قام بالحركات بغير البعد العمودي الصحيح. هون يحتاج انه المريض نحن ندربه على الحركات، وانه نحن نرجع نعيد فحص البعد العمودي، ونكون قادرين على انه نحافظ على هذا البعد العمودي عن طريق السنترال بيرينج ديفايس. حال كان عندي الجوثيك ارش عاطيني بهذا الشكل المتقطع، فهذا يعني أنه هناك بعض الإعاقات في المنطقة الخلفية أثناء الحركة، فكمان هذا بيتطلب منا إعادة التسجيل. هناك أيضا ممكن نحن نسجل الحركات في ثلاث مستويات عن طريق ما يدعى بالبانتوغراف، هو عبارة عن أداة تستخدم للتسجيل بطريقة الرسم. ممكن في واحد أو في عدة مستويات يسجل حركات الفك السفلي، وبيعطيني أو بيأمن معلومات لبرمجة المطبق. عادة المستويات بتكون هي الهوريزونتال والساجيتال والفرونتال. البانتوغرام اللي هو الراسم هو عادة اللي بيقوم بهاي العملية، بتكون من قلم وبيكون في صفائح تسجيل بالمستويات الثلاثة، يعني بيكون في عندي ست تقريبا صفائح أو ست أعلام، وبعد هيك بيتم نقل التسجيلات لمطابق كاملة التعديل. طبعا هاي الطريقة هي الأدق من حيث تسجيل السنتريك ريليشن، لكنها معقدة وفي واقع الحال نحتاجها مع الأجهزة الكاملة. يمكن ايضا من خلال البانتوغراف تسجيل الحركات الجانبيه اللي حنحكي عنها بعد شوي. ايضا تحتاج انه نحن لما نبدا الرسم الاثر انه نحافظ على الريم كونتاكت بالفيرتيكال ريليشن اللي نحن حددناها من خلال البعد العمودي اللي حددناها مسبقا. وبعد ما نحن نسجل الحركات نطلب من المريض بعد ما نحط شمع محمى على الارتفاع الشمعي السفلي، نطلب منه انه يعض على راس السهم اللي بيمثل السنتريك ريليشن. الحقيقه مثل ما قلت الطريقه هي دقيقه، لكن لا نحتاجها بالأجهزة الكاملة. وهي مثل ما قلنا نحن أنه بيكون في عندي ست أعلام بترسم لي الحركات في كل مستوى، بيكون في عندي اثنين في المستوى الأمامي واثنين في المستوى السهمي واثنين في المستوى الأفقي. آخر شيء بدي أحكي عنه بعد ما حكينا عن أنه استعرضنا طرق تسجيل العلاقة المركزية المختلفة، هو تسجيل العلاقات غير مركزية أو الجانبية. وفي الأجهزة الكاملة نحن عنا بشكل أساسي البروتروسيف ريليشنز والليترال ريليشنز، فالحركات التقدمية والجانبية، خصوصا في حالة نحن خططنا لعمل إطباق متوازن، وحكينا سابقا أنه هذا مهم جدا في نجاح تعويضاتنا المتحركة الكاملة. طبعا الهدف من تسجيل البروتروسيف والليترال ريليشنز هو المساعدة في تعديل المنحدرات القمعية على المطبق أماميا وجانبيا، وهذا بيساعدنا أنه نقلد حركات المريض إلى أبعد حد. طبعا عادة الطرق الأفضل لتسجيل هاي الحركات هو الجرافيك ميثود، تسجيلات الترسيمية مثل ما شفنا من خلال الجوثيك آرش أو البانتوغراف. بيتم تسجيل الحركة التقدمية بطرق وظيفية بنفس الطريقة اللي حكيناها مع سنتريك ريليشن، بيتم تعديل المطبق لتلك التسجيلات بعد التمفصل على المطبق في سنتريك ريليشن، وطبعا مع مطابق نصف أو حتى كاملة التعديل. او ممكن نحن انه نسجلها بطرق الجرافيك الترسيميه مثل الاثر الزاوي. بنعتبر نقطه 5 6 ميلي الى الامام من نقطه ذروه السهم هي نقطه الحركه البروتروسيف القصوى، الماكسيمم بروتروسيف بوينت، وبيطلب من المريض العض عليها، وبنحقن الجبس بين الارتفاعات الشمعيه للحصول عليها. طبعا بتساعدنا لاحقا انه نستخدمها لتعديل على المطبق مشان المنحدرات الافقيه، تستخدم مع مطابق نصف معدلة حصرا
لما بنستخدم الجوثيك ارش، كونها الجوثيك ارش بتسجل الحركات بمستوى واحد. اما لو استخدمنا البانتوغراف فممكن احنا بثلاث مستويات نسجل الاثر، فهون ممكن نقل الحركات الى مطبق كامل التعديل. ممكن ايضا نستخدم الطرق الساكنه، وغالبا طريقه تسجيلات الانتروكلوجل تشيك اللي حكينا عنها في البدايه مع الفيزيولوجيك ميثود، وهون نحن بنجريها بجلسه التجربه مثل ما حكينا. نحط طبقة شمع تقريبا 4 ملم فوق الأسنان السفلية، وتختم من الدهليزي ومن اللساني من الباكل من اللينجوال، بنلين الشمع وندخل الجهاز السفلي للمريض ونطلب منه يقدم فكه تقريبا 5-6 ملم للأمام، ويغلق حتى تمس الأسنان العلوية الشمع. وهون نرسم الخط الناصف بحيث يوافق الفك العلوي السفلي، وتزال صفيحة تسجيل الشمع لتستخدم لاحقا لتعديل منحدرات اللقم على المطبق. نصف معدل حصرا هون لأنه عم نسجل بمستوى واحد. ممكن هاي الفكرة تتوضح أكثر لما نحكي عن النقل الأمثل إلى المطبق لاحقا. بالنسبة لتسجيلات الحركة الجانبية فممكن نستخدم نفس طرق تسجيل الحركة التقدمية لليمين واليسار بنفس الطريقة اللي حكيناها، سواء طرق الوظيفية أو الجرافيك أو الساكنة. بس بدنا نلاحظ أنه معظم المطابق نصف المعدلة ما لها قادرة على قبول تسجيلات جانبية، لذلك نحن بنستخدم معادلة هانو. هانو قام بمطبقه بعمل معادلة لتحديد ميل اللقمة الجانبي في حال كان متوفر تسجيل ميل ممر اللقمة التقدمي الأفقي، والمعادلة هي باختصار L يساوي H ميل ممر اللقمة الجانبي، والH هو الهوريزونتال ميل ممر اللقمة الأفقي على 8+12. يرى طبعا هانو عموما أنه التسجيل الجانبي ليس مهما في الأجهزة الكاملة بقدر التسجيلات الأخرى اللي حكينا عنها. في نهاية المحاضرة أشكر إصغائكم، بتمنى أن المحاضرة يعني وصلت. أريد الإشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، يسعدني أي تواصل أو اقتراح أو تعليق من قبلكم. أيضا بتمنى أنه تدعموني من خلال الاشتراك والمشاركة والتعليق لزيادة ظهور المحاضرات للزملاء. نلتقي إن شاء الله في محاضرة جديدة نتابع في سلسلة All About Complete Dangers. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.